If the tension in cable CD is T equals 3 kN, determine the magnitude of the projection of T onto line CO. يعني عايزين نجيب T as a vector ونجيب CO unit vector ونضربهم dot product. الأول أجيب CD R CD عشان أمثل القوة اللي هي RD ناقص RC. ال RD على خط ال Y ملهاش إلا في ال Y يبقى صفر I 4.2 J 0 K ناقص نقطة ال C في اتجاه ال X minus 2.7 اتجاه ال J 3.6 اتجاه ال K 3.6 مع 1.85.4 K يعني يساوي صفر ناقص ناقص يعني 2.7 I 0.6 J minus 5.4 K متر. الماجنيتيود R سي تي طبعا تحت الجذر التربيع الكل دول 2.7 تربيع 0.6 تربيع 5.4 تربيع والجذر التربيعي طلع 6.07 متر. اذا اليو سي دي عارفين بنقسم ده على ده يعني 2.7 تقسيم الانصر 0.445 I اضرب في 0.6 على 2.7 عشان اجيب نسبة وتناسب يطلع 0.099 G ضرب 5.4 على 0.6 0.89 طبعا ده يونت فيكتور مالوش واحد. اذا التي از ا فيكتور بيساوي 3 كيلو نيوتن ضد اليو سي دي يعني هضرب كل واحد دول في 3 فبوينت دبل 4.5 في 3 1.35 اي 0.099 في 3 0.297 جي 0.89 2.67 اوكي والمرة دي كيلو نيوتن. كده مثلنا القوة از فيكتور. محتاجين نجيب اليونت فيكتور بتاع السي او اللي هنحلل فيه ار سي او ار او ناقص ار سي. طبعا الاو بصفر في كل حاجة. ال RC جبناها قبل كده اللي هي دي minus 2.7 I 3.6 J 5.4 K هيساوي صفر ناقص ناقص يعني 2.7 I minus 3.6 J 5.4 K يبقى ال RCO as a magnitude الجذر التربيعي 2.6 تربيع 3.6 تربيع 5.4 تربيع جذر الأنصار 7 تقريبا متر. طيب كده نجيب اليونت فيكتور R C O as a vector أو نقول بقى يو أحسن يو سي أو بتساوي طبعا ده فيكتور هتساوي هقسم ده على 7 فنقول كده 2.7 على 7 يطلع 0.386 أي بعدين أضرب في 3.6 على 2.7 نسبة وتناسب يطلع ماينس 0.514 G وبعدين 5.4 الانسر ضرب 5.4 على 3.6
point double seven one k. آخر خطوة إذن البروجكشن اللي هو t projection along CO بيساوي t dot lu CO. مع الاثنين دول فيكتور والناتج هيطلع برودكت. هنعمل ايه؟ هنضرب ادي t في اليونت فيكتور. يبقى زي ما تشوفوا كده هضرب الواحد بوينت تلاتين خمسة في بوينت تلاتة تمانية ستة، بعدين بوينت اتنين تسعة سبعة ماينس بوينت خمسة واحد أربعة، وبعدين ماينس تو بوينت سكس سبن ضرب ماينس بوينت دبل سبن وان. طلع الجواب تو بوينت فور تو وان كيلو نيوتن.